ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال آخر، مقال في صحيفة The Guardian البريطانية يصف العقوبات الغربية ضد روسيا بأنها من أكثر السياسات ذات النتائج العكسية في التاريخ الدولي الحديث، وأنها مدمرة لأهدافها غير المقصودة. كاتب المقال الصحفي سايمون جينكس قال إن أسعار الطاقة العالمية ترتفع بشدة، والتضخم آخذ في الارتفاع، وسلاسل التوريد أصبحت فوضوية، والملايين محرومون من الغاز والحبوب والأسمدة. وأضاف أن الغرب وشعوبه غرقوا في ركود اقتصادي واهتزت قياداته، وانتشر انعدام الأمن في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك الولايات المتحدة، وأصبحت ألمانيا والمجر المتعطشتان للغاز على وشك الرقص على أنغام بوتين، وصارت تكاليف المعيشة تتصاعد في كل مكان، ومع ذلك لا يجرؤ أحد حتى الآن على التشكيك في هذه العقوبات. قال الكاتب إن بوتين الآن مطلق اليد في إثارة قلق أوروبا هذا الشتاء، لقد خفض الإمدادات من خطوط الأنابيب الرئيسية مثل نورد ستريم 1 بنسبة تصل إلى 80%، وارتفعت أسعار النفط العالمية، وتوقف تدفق القمح وغيره من المواد الغذائية من أوروبا الشرقية إلى إفريقيا وآسيا تقريبا. وقال جينكس إن فواتير الغاز المحلي في بريطانيا تضاعفت 3 مرات في غضون عام، والمستفيد الرئيسي ليس سوى روسيا التي ارتفعت صادراتها من الطاقة إلى آسيا، مما حقق فائضا غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها. يعتبر الكاتب أن الروبل حاليا من أقوى العملات في العالم هذا العام، بعد أن تضاعفت قوته منذ جانفي الماضي تقريبا بنسبة 50%، ورغم أن أصول موسكو الخارجية قدمت تجميدها ونقل الأثرياء أو نقل الأثرياء الروس يخوتهم وممتلكاتهم الخاصة إلى الخارج، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن بوتين يهتم، إضافة إلى أنه ليس لديه ناخبون حتى يقلقوا. أشار الكاتب إلى أن السياسيين حول طاولة الناتو كانوا حذرين بشأن تصعيد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إنهم يفهمون الردع العسكري، ومع ذلك فإنهم يبدون مداخلات ساذجة في الاقتصاد ويرددون كلب بغاوات ما يقوله الدكتور سترينغلوف إنهم يريدون قصف الاقتصاد الروسي وإعادته إلى العصر الحجري. استمر جينكس في انتقاد زعماء الغرب في صحيفة The Guardian، مشيرا إلى أنهم يقولون إنهم يجوعون روسيا من الرقائق الدقيقة وقطع قطع غيار الطائرات المسيرة، وقريبا سيبدأ بوتين يتوسل إليهم من أجل السلام، لكن في الواقع بدأت روسيا تتكيف ببطء مع ظروفها الجديدة، عززت العقوبات تجارتها مع الصين وإيران والهند، كما تمت الاستعاضة عن ماكدونالدز في جميع أنحاء البلاد بسلسلة مملوكة لروسيا. وختم الكاتب بأن الاقتصاد الروسي ربما يكون أضعف ولكن بوتين أقوى، وإن كان هناك أي شيء أكيد فإن العقوبات ترسخ عالما اقتصاديا جديدا عبر آسيا وتتبنى دورا معززا للصين، وتساءل هل كان هذا هو المتوقع؟ كان هذا كل ما جاء في فقرة قراءة لهذا الصباح، نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.